السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بسعد بيكم في كل اوان وفي كل وقت ودايما مع بعض ان شاء الله. ومبروك، لقد فعلها المصريون او ابطال مصر الحقيقيون. زي مين؟ زي سارة سمير واحمد الجندي، الاتنين اللي كانوا شايلين علم مصر في الاولمبياد، هم اللي رفعوا علم مصر النهارده ومعاهم محمد السيد. 3 ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، وإذا ربما بكرة الثنائي بتاع الخماسي الحديث يعمل حاجة نتمنى، لكن في جميع الأحوال لازم نقول مبروك. فكرة إن نشيد بلدك والعزف يبقى في أمام الملايين ويعزف في الأولمبياد، دي حاجة قيمة كبيرة جدا جدا، ومن ثم بنقول مبروك، فهذا أمر حقيقي وسليم، ومفيش واحد في مصر مش فرحان باللي حصل النهارده. لكن انا عاوز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا الخازوق. ايوه، خازوق الاولمبياد، احنا واخدين البطوله دي خازوق، تصرفات اخلاقيه، حتى لو خرج براءه، يعني يخرج بره ويبقى مش عارف يعمل ايه، سيبك من التهمه اللي كانت موجهه ليه لم تثبت، لكن في حاجات تانية ثبتت، انه خرج بره القاره الاولمبيه وراح سهر و كل ده يؤكد على الفوضى اللي كان موجود فيها الايه البعثه. وفي نفس الوقت لازم ناكد مع بعض ان الاحداث اللي بتحصل دي هي احداث فرديه، ليه الميداليات، لكن الدائم هو الفشل. الفردي هو النجاح، الحاجه الاستثنائيه هو النجاح وليس الامر الدائم. احمد الجندي مع الخماسي الحديث بيتالق النهارده، هو ومهند اللي هو للاسف وقع من الحصان اثر عليه، لكن ان شاء الله مكمل وان شاء الله يشتغل افضل في اللي جاي. لسه عنده 24 سنه، لسه عنده اولمبيات اللي جايه، ممكن يبقى افضل مع احمد الجندي صاحب الفضيه والذهبيه، وان شاء الله يستمر في اجتهاده وروعته ويبعد عنه الاصابات وياخد ميداليه ذهبيه ايضا في لوس انجلوس في امريكا ان شاء الله في هذه اللعبه يعني. طيب، ده هينسينا الخازوق؟ لا، مش هينسينا سداسيه المنتخب المصري الاولمبي، وده خازوق كبير، ولا المشكله النفسيه والحاجز النفسي اللي موجود عند كره اليد في اجتياز الابطال الاوروبيين. احنا ناخد الخامس، كان ممكن ناخد الثالث، لكن التعاون مع مباراة اسبانيا كان غلط، حاجات كتيرة جدا يعني مش هننساها، مش هننسى النائل اللي حصانه اصله باظ، مش هننسى لعبة الملاكمة عشان الظروف الهرمونية، كل دي مجموعة من الخوازيق اللي حصلت لينا في مدار 3 اسابيع بنتابع فيها الاولمبياد. عشان كده اوعى تقبل ان هذه الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية تمنعك انك تنسى. اوعى تنسى المشاكل اللي حصلت، والحساب يجب ان يكون عسير. نقول للي عمل ده مبروك، لكن ده لا يعني ابدا ان احنا نسيب اللي غلط واللي اهان سمعة مصر. طيب، في الوقت ده جمهور الزمالك برضو مع جمهور النادي الاهلي كده ايه، بيحاولوا بيتابعوا شوية الاولمبياد، بس طول الوقت لا شك انه الاهتمام بناديهم هنا او هنا كبير. فانا هروح معاكم الاول للاهلي. فجأة النادي الاهلي خرج وطلع على كلام مش ايه، مش لاعب الكاس، والاعلام والصحافة والسوشيال تقول لك اعتذار النادي الاهلي، اعتذار النادي الاهلي، اعتذار النادي الاهلي عن كاس مصر. يا راجل، هو اللي يشارك في ماتش ويلعب دور ال32 بعد ما تأجل ويفوز على الألمونيو مش عارف كام 1-0 ولا 2-1، ويروح يلعب دور ال16 وتعمل قرعة ويقول لك لا مش مكمل، ده اسمه اعتذار؟ انتوا جايين تهرجوا؟ الأهلي انسحب، وعقوبة المنسحب معروفة، وأنا بقول لاتحاد الكورة لم تجرؤ، لم تجرؤ على عقاب النادي الأهلي. وليه؟ لأنك اتحاد كرة خواف، لانك اتحاد كرة لا تملك ادواتك، لانك اتحاد كرة بتترعب، لان اتحاد كرة بيشجع النادي الاهلي. المسؤول الحقيقي في اتحاد الكرة صاحب الكلمة الاولى اللي هو عامر حسين اهلاوي، وبيساعد الاهلي ومش هياخد موقف ضد النادي الاهلي، وهيتقبل الامر اعتذارا وليس انسحابا، هيتقبله اعتذار وليس انسحاب. لكن لازم تعرف ان الاهلي انسحب وهذا حقه،
اللي عاوز ينسحب ينسحب، هذا أمر ليس مشينا ولا عيب، ظروفه ساب أدت لي كده فانسحب عادي، بتحصل. شفنا في الأولمبياد احنا بنسحب عشان ظروف هرمونية، بنسحب عشان الجواد تعب، بنسحب عشان مش عارف الوزن ايه، عادي يعني، محدش انهار يعني. طيب لكن الفكرة تطبيق اللائحة، هتقدروا تطبقوا اللائحة على النادي الأهلي؟ أنا بقول لكم بتحدى كل عضو في مجلس إدارة اتحاد الكورة بما فيهم حازم إمام ومحمد بركات وكل الكبار اللي موجودين إنه يعاقبوا النادي الأهلي. لن تجرؤوا أن تعاقبوا النادي الأهلي. أنا بقول لكم أهو. إمبارح برضه في وسط الزحمة النادي الأهلي أقال خالد الجوادي المترجم الخاص بمارسيل كولر. لما قعد مع الكابتن الخطيب قال له إحنا مش عاوزين الراجل ده. ليه؟ قاعد بيعمل مشاكل مع اللعيبه وخالد بيبو بيقدم شكوى فيه واحنا مش عايزين. فالراجل باعه عادي يعني، باع خالد الجوادي. بس انتوا عارفين حقيقه الامر ايه؟ سر الاقاله ان الكابتن الخطيب غضبا شديدا هو ومجلس الاداره من خالد الجوادي لانه ترجم حرفيا كلام كولر المهاجم في اداره نادي الاهلي. لكن الكابتن الخطيب لان راجل ناجح في كل حاجه مش هيقدر يقول له لا، فما قالوش انه عشان قال لك هجومك عليا وعلى المجلس هو السبب، فقال له اصل خالد بيبو مقدم شكوى واللعيبه مش محتاجين معاه وبيقولوا انه بيوقع بينهم وبينك. يعني هو اهبل يعني الراجل؟ ما بيفهمش؟ عارف مين اللي بيوقع؟ لكن هو ريح دماغه. وحصل ايه؟ سمعوا الكلام راحوا جابوا عطيه الله و و و و ومشوا ماشيين في الموضوع. تمام. لكن السر الحقيقي ان الكابتن الخطيب زعل ان خالد الجوادي ترجم كلام كولر المهاجم في اداره الاهلي متاخره في تنفيذ التعاقدات بشكل كامل. كان عاوز يخبش عشان ما يجرحش كبريائه وكبرياء النادي. ادي القصه، ده الموضوع. الحقيقه ان النادي الاهلي شخصيه اخويا هايص وانا لايص، ان هو هايص قوي وقاعد يدور على ان ازاي خالد الجوادي يترجم ويقوم رايح جايب عطيه الله ب200,000 دولار مش عارف ايه، وجايب ايمن محمد ولا محمد مش عارف ايه، وجايب حبه ناس وبيجيب شو بين رمضان بيخلص فيه ومش عارف بيعمل ايه وايه وايه. هايص. اما اللايص فهنروح له دلوقتي. اخويا هايص وانا لايص، وهنا اللايص هنا نادي الزمالك. الحقيقه ان في انقسام داخل نادي الزمالك ومجلس ادارته بعد انسحاب النادي الاهلي من كاس مصر. ايه هو الانقسام؟ لا احنا كنا هنلعب الشباب، لا احنا نلعب البطوله دي وناخدها ونحاول فيها ويبقى خدنا بطوله مع الكونفدراليه، يبقى خدنا الكاس وخدنا الكونفدراليه، يبقى طلعناش من الموسم بلا حمص ونبقى ابطال في المحلي الكاس وواخدين الكونفدراليه. وناس يقول لا حرام، احنا لو ابتدينا نشتغل باللعيبه دي لغايه يوم 1/9 اللي هو المفروض نهائي افريقيا، نهائي اسف الكاس، مش هنقدر نريح اللعيبه للماتش اللي بين الاهلي والزمالك في كاس السوبر ولا بين الاهلي والزمالك في مباريات السوبر المصري. فلازم اريح اللعيبه. هنا عامل مشهد انقسام بقى. ايه اللي هيجرى؟ المعلومات اللي كانت عندي قلتها لكم والكل بيتكلم فيها بعد كده، اللي هي فكره انه بيلعبوا بالشباب. طيب لو انت بقى لعبت قررت كمجلس إدارة تلعب بالفريق الأول وكامل النجوم، معناها إن جوميز مش هيسافر. برضه قلت لكم إن جوميز طالب مستحقاته. ليه 110,000 دولار. والزمالك خلال ساعات إن شاء الله تعالى هيكون دفع له الفلوس. طب السؤال، هدفع له فلوس ويسافر ولا هدفع له فلوس وأقعده عشان ألعب السوبر، للأسف ماتش مباراة الكاس؟ الله أعلم. إيه اللي هيجرى؟ هل الزمالك هيقرر بأحمد مجدي وبكي نكملوا هم الكاس، ولا جوميز اللي عاوز ياخد اجازه وزهق وتعب زي كولر كده اللي سافر؟ بامانه لسه الكابتن حسين لبيب اللي متضايق ومخنوق ومش طايق الظروف اللي موجود فيها النادي والمشاكل اللي حوالين النادي والاغراءات اللي بتيجي للعيبه. عشان كده في جلسه خلال ساعات تجمع ما بين الكابتن حسين لبيب ووالد احمد زيزو واحتمال زيزو كمان.
طب والجلسة دي ايه اللي هيجرى فيها؟ الزمالك ده جاء اليه استفسار، استفسار، انتوا ممكن تبيعوا زيزو ولا لا؟ زيك ما ردش. ولا قلت لكم انه حسب الكلام المدوي لو وصل 8 مليون دولار العرض الزمالك هيفكر بالجدية في رحيل زيزو. لكن قلت لكم بين قوسين ايه؟ ان زيزو ناقص له موسم، هل في نادي هيبقى عايز يشتري موسم ب 8 مليون دولار ولا لا؟ طب الجلسة دي ليه؟ الجلسة اللي جاية دي بين الكابتن حسين لبيب ووالد زيزو واحتمال وجود زيزو هو تفعيل الاتفاق الذي تم بين زيزو وممدوح عباس، ان في جلسة منذ شهرين جمعت بالفعل بين ممدوح عباس واحمد زيزو بموافق وعرض على الكابتن حسين لبيب واقترح عليه امور وحصل اتفاقات مالية بين المحب لنادي الزمالك ممدوح عباس وبين لاعب نادي الزمالك احمد سيد زيزو. وكان ايضا هذه الجلسه فيها والده. الزمالك بقى بيقول له احنا هننفذ الاتفاق اللي انت اتفقت عليه، انا ما اعرفوش. ده معناه ايه؟ انه الكابتن حسين لبيب يحسم قطعا برفضه رحيل زيزو. خلاص. مهما كانت الاغراءات، يبدو ان مهما كانت الاغراءات النادي الزمالك لن يوافق على رحيل زيزو. ليه؟ لان في جلسه زي ما بقول لكم خلال الساعات اللي جايه يوم او اتنين، ويبقى في جلسه بين الكابتن حسين وبين والد زيزو، واحتمال يكون فيها زيزو لما يرجع من فرنسا لو جاهز انه يقعد عشان الاصابه اللي عنده، الزمالك هيقعد وهيقولوا ان احنا عاوزين نفعل العقد او الاتفاق السابق التوصل ليه في حضور ممدوح عباس وبرعايه ممدوح عباس. طب هو انت يا شادي مش ممدوح عباس ده كان واقف ضد الزمالك؟ طبعا كان واقف ضد الزمالك وضد مرتضى منصور، لكن هو كان يصر على انه واقف ضد مرتضى منصور، وبعد ما مرتضى منصور مشي بدا يظهر مره اخرى ويدعم نادي الزمالك بطريقه او باخرى، بما فيها دفع اموال، دفع مقابل مالي، مساعده الزمالك، دفع فرق بين اللي الزمالك ممكن يقدمه لزيزو وبين اللي زيزو عايزه يدفع الفرق. ده ممدوح عباس بيعملوا ليه؟ لانه هو بيحب نادي الزمالك من وجهه نظره وبطريقته، وبيساعد اللي هو ميال ليهم مش اللي ضد مع وقت مرتضى منصور. سيد مرتضى منصور يملك من المال الكثير، لكن هل هو يساعد نادي الزمالك دلوقتي؟ لا، لانه ضد الاداره الحقيقه موجوده. بس الموضوع ببساطه، ولولا ان القضايا بتاعت مرتضى منصور فشلت من اللحظه الاولى وتم الغاء والحكم ضد القرارات والحاجات دي كلها والطلبات اللي تنطلبها، كان يستمر في مطارده حسين لبيب ومجلسه، وهو يطاردهم حتى الان بمشاكل جوه النادي وضربات جوه النادي وموالين له ضد جوه النادي، قصص يعني ما بحبش احكي فيها ولا اتكلم لانها لا تمثل اي اهميه لجمهور الزمالك. دي حاجه مشكله الاداره يحلها، العضو اللي بيغلط يفصله والمحكمه تحكم، ياخد يحوله التحقيق وياخد قرار فيه. ده لائحه مرتضى منصور دي كان بيفصل اللي هو عايزه، لو سلم عليه ولقاه قاعد ممكن يفصله. فهم بس ناس مترفعين، لا انزلوا الارض شويه يا فندم وخدوا قراراتكم بقى، ما تخافوش. طيب الجلسه خلاص هتتحل ان شاء الله، وقلت لكم موضوع الخلاف، ونروح بقى لمحمد عواد. الزمالك عاوز البلعوطي حارس مرمى انبي، اللي تقريبا انبي مجنبه ومنعه من اللعب فترات طويله، والزمالك عاوز البلعوطي، بس الزمالك لسه ما فكش القيد لانه محتاج اموال معينه حكيت لكم عنها، وما بحبش الكلفه لان زهقت وزعلت يعني. فالزمالك دلوقتي رفع عرضه زي ما قلت لكم من 5 مليون ل 7 مليون لعواد، هل عواد هيوافق ولا لا؟ اذا الكره دلوقتي فين مع محمد عواد؟ حكايه عواد قد تكون مستمره في الزمالك، يعني ايه؟ يعني ممكن يجدد لانه مش لاقي نادي ولا حد راضي يديله الفلوس اللي هو عايزها بما فيهم بيراميدز، وقعد مع بيراميدز. فقد تكون حكايه محمد عواد مستمره مع نادي الزمالك المواسم اللي جايه بالمقابل اللي الزمالك قدمه له، لانه ليس له عروض. الزمالك عايزه يقول لك في الاخر خبره وكويس ويقعد، ولو احتاجناه يرحب.
محمد صبحي بقى، محمد عواد، مين الاساسي؟ ده عند المدير الفني ومدرب الحراس. لكن احنا كاداره بنعمل اللي علينا، بنوفر الافضل. طب والبلعوطي؟ ويجي البلعوطي، يعني ممكن يبقى في اضافه معاهم محمود الشناوي والبلعوطي بدل الرباعي اللي عندك اللي يتسجلوا في افريقيا اذا لحقنا. ما دي قصه طويله قوي، اذا قصه طويله، اذا لحقنا، اذا لحقنا هنحل الموضوع ويبقى في اسامي موجوده عندنا ان شاء الله. طب قصة استمارات ستة اللي شغالة في الزمالك دي مش معناها يا شادي إن إحنا هنرفع القيد لقف؟ هي تشير إلى، لكن ليس معنى. هي تشير إلى إن الزمالك بيتخلص من مشاكل. خلي بالك، الزمالك استمارات ستة اللي خدها اللعيبة، يعني عندك محمود علاء كان بياخد 14 مليون جنيه، نضاي كان بياخد 65 مليون جنيه بالدولار، يعني قيمة الدولار. عندك أوباما 12 مليون جنيه، تمام، وسامسون إيكينولا 25 مليون جنيه، ومهند وياسر حمد والمجموعة اللي مشيت دي. أنت ذلك بيوفر مرتبات في هذه اللحظة باستمارات ستة اللي مشيت دي عندنا، وبما فيهم ممكن تخفيض عقد محمد عواد أكتر من 10 مليون. فأنت بتتكلم إن الزمالك باستمارات ستة اللي طلعها الفترة اللي فاتت دي وفر في ميزانية كرة القدم ما لا يقل عن 120 مليون جنيه في السنة. فاستمارة ستة اللي اتعملت دي، اللي الزمالك عملها مع مجموعة من اللعيبة، وفرت ليه ما أكتر أو على الأقل 120 مليون جنيه في الموازنة بتاعت ومصاريف كرة القدم. معناها ان المجموعه اللي موجوده دي يقدر يصرف عليها وما يتاخرش، لان الكابتن حسين ومجلس الاداره شايف انه لو وفر كل الالتزامات الماليه اللي عنده للعيبه، اللعيبه هيأدوا اللي عليها. هنشوف الامر ده هيوضح، لكن استماره سته اللي في الزمالك جابت فلوس كتير قوي 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 للزمالك. تصدقوا سبحان الله برضه، يعني ما بحبش اعطي العيش، لكن في الاخر انه ربنا يرزقهم في اماكن اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.